ومين هي ومين لو وقتك اللي بتستنين هي ومين هي ومين ما هو علشان هي ومين هي ومين يا مساء كل حاجة حلوة على حضراتكم مشاهدينا. أهلا بيكم في حلقة جديدة من هي ومي. زي ما حضراتكم متعودين بنكون معاكم كل سبت واثنين وخميس من دلوقتي والمدة ساعة ونص على الهواء مباشرة. برحب بحضراتكم وبزمايلي خلف الكاميرات، وإحنا خلاص على أعتاب سنة جديدة، داخلين خلاص على الموسم الدراسي الجديد. كل سنة وحضراتكم طيبين. الأمهات بقى دلوقتي بتستعد لتحضير حاجات المدارس، وبتستعد بقى للعام الدراسي الجديد. هنشتري إيه، نعمل إيه، نروح فين، نجيب إيه دلوقتي. كل بقى حد يعني الأسرة دلوقتي، كل الأب والأبهات والأمهات مشغولين بالسنة الدراسية الجديدة. ولادهم ناقصهم إيه يعملوه، ناقص إيه يشتروه. طبعا أنا يعني بتكلم في حاجات أكيد كلكم عايشينها. الدراسة مش بس درجات، الدراسة يعني طفل داخل المدرسة المفروض يدخل بقى السنة الدراسية الجديدة كده نفسه مفتوحة إن هو يبدأ سنة دراسية حلوة يحقق فيها نجاحات، ويحقق فيها طبعا الأحلام بتاعة أهله اللي عايزين يحققوها له. إزاي إن إحنا واتكلمنا كتير في هي ومي، واتكلمنا كتير عموما في التربية، وإزاي إن الأم تغير بقى فكرها. هنفضل بقى نتكلم في الموضوع ده لغاية لما حضراتكم تغيروا فكركم. إزاي إن الطفل أو الطالب مش بس درجة، الطالب يعني طفل كده، نفسية، تكوين. إزاي أتعامل مع الطفل إن هو مش أنا اللي بحقق أحلامي فيه هو، لأ، إن الطفل ده هو اللي بيعمل الحاجات اللي هو عايزها، ان هو شخصية، وان هو حاجات كتيرة بقى هنتكلم فيها النهاردة. ازاي ان احنا نتعامل مع الطفل، ازاي نغير التفكير ده، ازاي ازاي ازاي، ده هنعرفه مع أستاذة نشوى لويز، عضو المؤسسة الأمريكية للتربية الإيجابية، وأخصائي تعديل سلوك الأطفال والمراهقين، وأخصائي صحة نفسية بجامعة عين شمس. منورانا أستاذة نشوى، أهلا بيك. أهلا بيك. يعني الأطفال بقى خلاص داخلين مدرسة، حالة توتر عجيبة، وحالة شر عجيبة، والسبلايز والدنيا بقى إيه بايظة مع الناس كلها. ده حقيقي. الأسعار والشراء الحاجات والتحضير واللانش بوكس والشنطة بتاعت اللانش بوكس. ده ضروري، لازم نروح بعربية نقل مشكلة. فالناس بقى خلاص، احنا دلوقتي داخلين 30/9 ده بيبقى انقلاب في البلد. مظبوط. الدنيا بقى بتحضر نفسها، وكل الاسر بقى ريحه المدارس بتبقى أيوة كده. شكرا على ريحه المدارس، ريحه الجلاد ولا وريحه السندوتشات وريحه بقى ايه السنه الدراسيه الجديده. ازاي ان احنا نبدا السنه الدراسيه بتفكير متغير عن كل سنه؟ يعني الأم، لا أنا داخل المدرسة تجيب لي درجات معينة، تجيب لي الفول مارك، ما تنقصش ولا درجة، لو نقص عن كده يبقى هو لا. أنت قوليلنا بقى بالضبط. هي القصة في حاجة، هي الأم بتقول كده ليه؟ يعني أنا بسأل حضرتك، أكيد بتشوفي أصدقائك كتير أو كده، ليه الأم بتبقى فعلا فارق معاها إنه ابني هو درجة؟ ليه؟ خلينا نتناقش مع بعض. ليه اصلا الام تبقى دايما فكرها انه ابني ده درجه؟ ليه؟ ما هو داخل مدرسه يتعلم يجيب لي درجات، هو مش دافع داخل... فلوس. شكرا. ايوه طبعا. دافع فلوس كتير قد كده يجيب لي درجه وحشه. بالظبط. طب ما ادخلك، بص بقى التهديدات اللي بتتقال كمان للولاد. طب انا ادخلك حكومه وخلاص، كان الحكومه دي بابا. انا بقول لك بجد بجد، ده التهديدات اللي جوه البيوت فعلا. طيب ليه الام بتقول ده اصلا؟ خلينا، انا مش انا بحب اصلا بحترم قوي الست، لان انا كمان ست وام كمان. أيوة. وكمان فعلا احنا مش جايين نقول لها اعملي 1 2 3، لا، هي مش روبوت برضو. هي عندها مشاعر وعندها احلام وعندها افكار، وعندها كمان تفاصيل جدا في الطفوله عندها اتعلمت منها انها ازاي تربي. فاحنا محتاجين نشوف دي عشان نعرف تعمل ايه، لكن صعب قوي نيجي نقول تعمل ايه. طب احنا سيبنا كل الكيان، حضرتك عملتي مقدمه هايله لما جيتي قلتي الطفل مش درجه، والامومه مش شخط ونطر واعملي وسوي. الام كمان عندها مشاعر وافكار كتير قوي، محتاجين قوي نفهمها، وهي كمان محتاجه تفهم نفسها علشان تساعد نفسها، وبالتالي هتعرف تساعد ابنها. صعب جدا جدا تساعد ابنها وهي مش متساعده، ده مستحيل يحصل، لانه انا صعب قوي اكون موجوعه او متالمه او مش في مود كويس وتقولي لي اصل ما تضربيش. يعني انا بطلب منها المستحيل، هو مش زرار عند الامهات ادوس عليه ما تضربيش. انا من اكثر اللحظات اللي بيبقوا بتخلين عندي في الكيس ستادي اول سيشن، يعني فالام تقول ايه،
انا بصراحه وتعمل كده انا بضرب اقول لها تسوكي ايوه زعلانه يعني موجود يعني هي عارفه ان انا هاجي اقول لها ازاي حاجة غلط بس تضربي اه ازاي تضربي هي عيني شايفه مين انا ان انا هقول لها ازاي تضربي طب ما هي لو هي لو اصلا جايه لي فانا هي عيني جايه مكسوفه قد ايه انها بتضرب مفيش ام في الدنيا بتضرب او بتزعق او بتصرخ وهي مبسوطه انها بتعمل كده هي عندها حاله من الاحباط الشديد ودايما حاسه ان هي مش عارفه تتصرف ومش عارفه تعمل ايه عشان كده بتوصل لده فمبدئيا احنا هنتكلم الاول على الحاله النفسيه اللي الام بتبقى موجوده فيها فليه بتفكر الاول انه ابني هو درجه الضغط المجتمعي احنا بنتكلم طول الوقت انه انت جبت كام طلعت الاول كام على الفصل ابن خالك ده بص ده ابن خالك ده فظيع وشاطر وهيطلع مهندس فانا طول الوقت كأم حاسه حطاه هو كمان في حاجه انا الاول محطوطه خدي بالك ايه اللي يخليني حطاه ان انا ايه انا في نفس الموقف برضه برافو عليكي انا بس شديته لنفس الاريا اللي انا فيها نفس المكان اللي انا فيه فانا شديته لنفس التحدي والضغط اللي انا بعيشه لكن هي دي القصه انه انا في ضغط مجتمعي كمان سيبك من الضغط المجتمعي الزوج دلوقتي بيعمل ايه في البيت يعني طبعا في ازواج بصراحه كامل الاحترام هم اللي بيجيبوا لاولادهم بصراحه بيساعدوا كتير في البيت بس نتكلم على الجزء اللي هو غير ظاهر سوري اللي ظاهر اللي موجود ومعروف عنه ان هو انا بدفع فلوس ابنك ما جابش درجه كويسه ايه شوفي يا هانم ابنك جاب كام في البتاع وكان الام هي اللي مسؤوله وهي اللي بتذاكر وهي اللي بتعمل كل حاجه علشان تتفوق هي اللي بتذاكر كتير قوي امهات يقولوا ايه طب احنا ذاكرنا وخلصنا ده احنا ذاكرنا اصلا بصعوبه هي حاطه نفسها مكان الطالب هي بتحقق حلمها هي تقريبا مش بتحقق حلم ابنها يعني. هي هي بتحارب تقييم الناس ليها وبالاخص المقربين سواء في الاخوات بيعملوا كده الامهات بيعملوا كده ابني جاب كام كاني انا كمان كأم محطوطه في ايه ان انا هجيب ابني هيجيب كام هي ما شدتش الطفل وخلاص هي المشكله ان هي موجوده في حاله ابني جاب كام فانا طول الوقت او ابنك لا هو ابنك ليه لابس كده فانا طول الوقت انا متلام على انه بياكل ازاي بيشرب ازاي بيتصرف ازاي وكان الحياه كلها انا محطوطه تحت الميكروسكوب تحت انا في عندي الفوكس كله عليا انا فده اللي بيخلي الام اصلا تخلي الطفل عباره عن درجه لان هي بتحس ان تقييمها الاساسي هو قدام الناس وان انا محتاجه ان انا اتفوق وبالاخص بتبقى الام اللي بتبقى قاعده في البيت طب ما انا مقعدك في البيت مستتك المفروض تعملي دورك صح والثانيه بيتقال لها برضه انا بقول لحضرتك كل الكلام اللي بيتقال في البيوت انه طب انت بتشتغلي طب ما تسيبي الشغل وكان فالام تفضل يعني متقسمه طول الوقت عايزه تحقق نتائج فظيعه في كل حته عشان تكون كفء عشان تكون انف عشان تبقى في نظر المجتمع ان هي ام جيده او صالحه بالظبط بس طيب. ده غلط ما هو بالظبط ده اللي بقى احنا كده بعمل لود على الام وعلى الطفل كمان ان هم مش هيحققوا النتيجه اللي هم انا مش بعمل نتيجه المجتمع انا بعمل نتيجه ترضيني انا بالظبط كده وفي الاخر هي بتنام في اخر الليل هي مش راضيه عن اللي هي بتعمله هي عندها احساس بالذنب هي سامعه كل التقطيم اللي بتسمعه في خلال يومها فالصبح هتقوم عامله ازاي طيب نساعدها ازاي بقى في النقطة دي بس خليني الأول بقى أقولك إيه الفرق بين أنا مثلا أنا طفل أو أنا دلوقتي شايف ماما في المصيف كانت حاجة ويا عيني بقى مفرفشين والدنيا زي الفل وبعد كده لقيتها في أيام الدراسة بقت واحدة تانية ده الطفل ممكن يحصلهم في صنف الشخصية يا ربي هي مالها بقيت عاملة كده ليه بالظبط بصي لو هو كبير شوية بيبقى عارف انه هي احنا المدارس ماما بتتحول وكتير قوي من الامهات يجوا يقولوا انا ببقى في المدارس انا علاقتي بيه كويسه جدا اول ما بتيجي الدراسه علاقتي انا وهو بتبوظ وده حقيقي والطفل كمان هو بيقول كده بس هي القصه في حاجه انه احنا كاهالي في بعض منا مش كلنا طبعا انه حاطين المدارس اولويه وناسين كل مهارات الحياتيه اللي الطفل محتاج ان هو ياخدها يعني ايه يعني في الصيف الطفل تعالي كده انا وانت نتناقش واكيد حضرتك بتسمعي كمان عن ولاد اصحابك او كده واللي في الكنيسه كمان انه الولاد بتعمل ايه في الصيف تخيلي كده انا شارك بيعملوا ايه مهرجانات بقى الانشطه بتاعه الكنيسه ممكن حد يلعب كوره سباحه تمام او الحاجه الاساسيه الموبايل بلاي ستيشن طول اليوم وبيناموا الساعه كام متاخر 3 4 5 6 ويصحى تاني يوم الساعه 4 5 6 الحياه كانت فري بقى فري وما فيهاش اي مسؤوليات تقولي مثلا دلوقتي بقى يروح مهرجان هيروح كرازه هيحفظ حتى دي هيبعد عنها ليه انه المهارات الحياتيه اللي هو واخدها عن المسؤوليه هي موجوده في حته واحده بس فين في الدراسه طبعا لكن انا لو شخص عندي مهارات حياتيه ان عندي مسؤوليات
في خلال الحياه كلها، في خلال صيف او شتاء انا عندي مسؤوليات هنا او هنا، يبقى تمام. لكن الام بتزرع برضو الفكره دي عند الطفل، بتقول له ايه؟ انا مش عايزه منك حاجه، انا قلت لك ولا اكنس وهنضف معايا ولا اعمل الاكل ولا ادفع ادفع المدرسه، انا مش طالبه منك غير انك تذاكر. فانا حصرت دوره في ايه؟ في المذاكره. فبقى اليوم كله سامحيني يعيش ملك البيت، وانا بقيت شغاله عند الطفل، ما بقتش انا وهو متساويين في الحياه، متساويين في المسؤوليات. فعشان كده هو ما عندوش مسؤوليات اليوم كله بيعملها، هو بينام الساعه 4 ولا كاني في حاجه. فلما هتيجي تدخل المدرسه هتقول لي بحس بخنقه كده، هو الطفل بيحس بكده او المراهق، لان كل الحاجات اللي كان بيعملها راحت خلاص. هو خلاص ده بقى مخصص ان هو وشه في الكتاب وبس، ومضطر. هو مش بمزاجه، لانه انا بالنسبه لي انا لو طفل هحس بايه وقتها؟ ان انا مخنوق من ان انا اعمل العمليه الصعبه دي اللي هي المدرسه. لكن انا لو عندي حاجات تانية في الحياه بعملها، زي انا بعمل رياضه، في اطفال كتير جدا في الصيف مش بيبقوا عايزين، انا خلصت مدارس سيبيني ارتاح. انت فاهماني اقصد اقول ايه؟ أيوة. طبعا حلو ان احنا ما نكبسش طبعا اليوم بتاعه، بس اقصد اقول انه سايبين المسؤوليه في حته واحده بس اللي هي المدرسه. وكاننا وحتى الروتين بنيجي نعمل، نقول هنعمل مع الطفل روتين او المراهق روتين، بنعمل روتين بس للمدرسه، ما بنعملش روتين للحياه. وكان هي المدرسه دي هي الشيء اللي بيخنقني بس واللي انا مضطر ان انا اعمله، لكن في باقي الصيف انا بعمل اللي انا عايزه. يعني انا كأم غلطانه، هي مش قصه غلطانه، لكن احنا بنشاور لك على الغلط اللي بيحصل، وانه لازم الطفل يكون عنده مسؤوليات حياتيه مختلفه. يعني قصدك ان يكون في برضو موهبه في وسط او اهتمام في وسط الدراسه، لازم يكون في حاجه تانية برضو يرفه بيها عن نفسه، صح؟ ده جزء، ويكون عنده مسؤوليات اخرى. يعني مثلا انه يوضب سريره، انه يحط، انه يطبق ويروح يحطه في الحوض، انه ازاي المراهقين مثلا ازايز الميه هي مترصصه، لا انا هتكلم وناس هتضحك في البيوت دلوقتي، ازايز الميه اللي بتتشرب والكوبايات الام بتلاقيها تحت هنا وهنا وهنا، ليه؟ هو ما عارف انه في البيت ده انا مش انا لما تجي المدارس بتكلمي معايا، انا في المدارس بتكلمي معايا وانا مش في الاجازه، لان انا عملت الفكره دي. طيب اغير الفكره دي ازاي؟ عشان ما نسيبهمش بس كده، يعني قلنا لهم على المشكله وما نسيبهم. أيه. ان انا محتاج ان انا ابني يتحط له شويه مسؤوليات في الحياه، انه مثلا انت هتيجي من المدرسه، نقعد انا وهو نعمل روتين، اساله انت محتاج لما تيجي من المدرسه، طبعا الطفل بيجي ازاي او المراهق بيجي يرمي الشنطه، انا بقول لحضرتك ده حقيقي، عند الباب تمام، وياخد الموبايل ويقعد عليه، يا ابني قوم غير، يا ابني قوم غير، تفضل الام طب هات البيت، وتفضل بقى تشيل الموبايل، انا بقول لك الروتين اللي بيحصل، تشيل الموبايل، يا ده انا مش مذاكر لك، بقيت المذاكره بتاعت مين؟ بتاعتها هي، بتاعت الام. اول ما تبقى فيك انت مذاكره لك، بذاكر لك، بنجح لك، يبقى الكاف دي بتاعتي انا، يا ابني انا ذاكرت وخلصت، بس احنا اللي عملنا الفكره دي. احنا محتاجين نقعد انا وهو نبدا نرتب يوم دراسي، هنعمل ايه في وقت الدراسه؟ وتبدا الام، انا اتمنى يعني ان ما تحطش وعود خياليه، لانه كمان الطفل او المراهق هو عنده خبره كويسه جدا بيني وبينه. فيا اما انا الكلام اللي هقوله اعمله، يا اما ما اعملوش. يعني مثلا احنا عايزين نرتب يومنا، تعال نشوف مثلا انت تيجي من المدرسه محتاج تاخد وقت قد ايه عشان نبدا ناكل، محتاج تاخد وقت قد ايه عشان خاطر تذاكر، طب الموبايل احنا مش هينفع عشان ده هيشتتنا هنخليه في اخر بس اليوم. بس في اطفال عنيده، يعني في اطفال ممكن ما تسمعش الكلام، يعني انا ممكن ماشي هتناقش معاهم واسالهم انت عايز وقت قد ايه، انت مش عارفه ايه، ممكن ما يعملش اللي انا بقوله ده قوي، ياخدني على قد عقلي، يعني انه طب ماشي هعمل دلوقتي وما يعملش. حلو جدا، خبرته معايا ايه؟ هون هو عارف ان انا يا ابني يا ابني يا ابني بصرخ بس بالظبط. كتير قوي كتير قوي ولادي يقولوا لي ايه؟ خلاص تضربني خلينا نخلص. اللي هو ايه؟ خلينا ننجز، انا عارف اخرها. أيوه. الولاد اذكياء بشكل كبير، عارفين اخرنا، احنا الاطفال ومش عارفين الطفل بيتعامل ازاي. هم فاهميننا كويس، وبالطريقه دي انا هكلم بابا، لان بابا هو اللي بيقول عشان بابا مشغول في الشغل ومش هيرد عليا، ماما مش عايز يا ستي خليني، حرام عليكم مش عارف اشتغل. فهو عارف يدخل لها منين، عارف سكتها بالظبط. خلصت الزعاق بتاعها، انا بقى هديني الموبايل قد ايه؟ انا بقى هي الام بقى بتبقى بتنفجر في اللحظه دي. فخبرتي مع الطفل هي اللي بتقول ده، عشان كده انا بقول لحضرتك على معلومه، اللي اقوله اعمله يا اما ما اقولوش، اللي هتفق معاه عليه وابقى عارفه اني قادرة اعمله. لو انا مش قادره اعمل الكلام ده ما تعملوش، لان كتير قوي الامهات تقول احنا نحس ان احنا هفق مع العيال، ده حقيقي، عشان احنا اللي بنقوله مش بنعمله. لكن لازم نتفق على حاجات ونعملها بدون قسوه. يعني احنا اتفقنا ان الموبايل الساعه 8 انت هتاخده بعد ما تخلص مسؤولياتك،
فاحنا للاسف مش هنقدر من غير لو انت ما عملتش مفيش، للاسف مش هنقدر نعمل ده غير لما تخلص مسؤولياتك. يعني معنى كده لو انت ما خلصتش مسؤولياتك هيحصل ايه؟ مش هاخد التليفون الساعه 8. فده في الاخر قرار مشترك. لما تيجي الساعه 8 انا محتاج اتحمل الزعاق والخناق والتفاصيل اللي هتحصل والتجاوزات اللي هتحصل. طبعا التجاوزات دي مش معنى ان هو يشتمني او يزعق فيا، شتم او زعق او انا مش هسمح ان انت تتكلم معايا بالطريقه دي، لما تبدا نبقى بنتكلم. لو انا عايز ابدا اصلح العام الدراسي هتبدايها من الاول مظبوط، هتكمل معاكي، هيبقى طبعا في وقعات، بس لما تكوني حاطه اساس من البدايه ومتكلمه ومتناقشه وبتنفذي اللي انت بتقوليه بدون قسوه وبحزم، يبقى انت هتوصلي للي انت عايزاه. لكن غير ده مش هنقدر. في يوم ما تقولي اصلا احنا هنا قوي ما بقدرش، يبقى للاسف يبقى تعلمي الاول تعرفي تعملي حزم. في فرق بين الحزم وبين الحنيه، يعني ما حدش قال لك بيقاسيه وبيعذبيه يعني، بس في فرق. بالظبط. ايه الفرق؟ انه انا كتير قوي من الاهالي من الامهات تقول لي اصل مامتي كانت شديده قوي عليا، فانا مش عايزه اكون كنت مخنوقه، انا عايزه ابقى حنينه. ودي حاجه اسمها البيرنت اجنده، انا عندي اجنده في دماغي والديه بتقول لي اتصرف ازاي، فانا هبقى حنينه مع اولادي، انا عمري ما هعمل معاهم كده. تمام، بس البيرنت اجنده دي او الاجنده الوالديه دي وصلتك لايه؟ لان انت حاسه دلوقتي ان انت ما عندكيش شخصيه، العيال بيستخفوا بيكي. طب انا محتاجه اعمل ايه؟ اعمل حاجه اسمها اداه في التربيه الايجابيه حلوه جدا اسمها كايند اند فيرم، حزم مع عطف. زي بالظبط انا مقدره قوي ان انت، انا هتكلم معاكي كانك مذيعه دلوقتي، هعمل معاكي التمرين عشان الناس تبدا تعمله في البيت. انا مقدره قوي ان انت جيتي متاخر، محتاجه تخلصي الحلقه في الوقت المناسب. فانا بلغتك ايه؟ بحناني مقدره ان انت اتاخرتي في المواصلات، لكن في نفس الوقت انت هتخلصي الحلقه في الوقت المناسب. انا ولا زعقت ولا اتكلمت، بالعكس انا مقدره ان ده حصل. يا ريت مديرين كتير قوي يعملوها، يعني تبقى عندي صعبه جدا. لكن كمان في حزم انه انا محتاج ان انت تخلص اللي انت عملته. اصل انا مش عارف ايه، اصل انا كانت بطني وجعني، اصل مثل زعقت ان انا حاسه بيك قوي، انا مقدره معاك، انا مقدره جدا مشاعرك واخده في حضني. ها هنبدا مذاكره امتى؟ هي دي القصه، ان يكون عندي حزم ويكون عندي عطف. الام العاطفيه عندها نقطه قوه اللي هي العاطفه، بس هي كمان في نقطه ضعف اللي هي الحزم، فهي محتاجه تمشي المسيرتين ورا بعض، ما تضيعش انه مات فيه وما تقولي خلاص بقى انا الحنيه ما وصلتنيش فاقلب ابقى حزن واسوا. فانا مش عايزه ولا اكون ده، انا عايزه امشي الاثنين. خدي وقت للتدريب، تيك تايم فور تريننج، خدي وقت انك تتدربي ان يكون عندك حزم وعطف عشان تقدري تكملي المسيره بتاعتك، عشان يبداوا يثقوا فينا. التدريب ده يحصل ازاي؟ يعني انا دلوقتي ما بعرفش اعمل كده مثلا، او انا اخده طريق الحنيه ومش بعرف ابقى حازمه، او مش او اخده مثلا فكره غلط ان الحزم ده اسوأ. مزبوط. ازاي بقى اعرف اعمل كده؟ اوكي، ابدا الاول اجيب ورقه كده وقلم، لازم مهم جدا نعمل الخطوه دي. وبلاش كسل في الحكايه دي يا جماعه. نجيب ورقه وقلم، اقول ايه الحاجات اللي انا مش بعرف احزم فيها. هتلاقي طبعا الزوج بيعلق لها، او في حاجات هي كمان شايفاها ان هي بتعملها من دون حزم. طيب في الموقف الفلاني ده، هما مش دي معروفه جدا، مش بيخلصوا في الوقت اللي بنتفق عليه. ايوه تمام، فانا محتاجه ان انا اعمل بقى خطه، انزل حاجه اسمها فاميلي لينك، ده حاجه على الموبايل بتقفل بعد ساعه معينه زي ما احنا هتفق عليها، مش عارفاها ابدا اتعلم عنها من على اليوتيوب، اودي الموبايلات عند شخص ينزل الفاميلي لينك ويقول لي اتعلمه ازاي. فانا دلوقتي عندي حزم، انا متفقه معاه انه كذا كذا، فانا اول حاجه عندي ان هو مش بيسيب الموبايل. تمام، في امهات تقولي يفضل لابس الهدوم ما بيغيرش، فانا محتاج اقول له، عشان كده لازم احدد مشاكلي اكتبها واشوف هبدا بايه اقدر اعمله، واتمرن عليه اسبوع اتفوق فيه ابدا على الاثنين اللي بعدهم. لازم اعمل لسته من اللي انا اقدر اعملها وابقى محضره. كتير قوي احنا لما نيجي نسافر بنحضر الحاجات اللي عايزين نعملها. لما بقول لك هاتي ورقه وقلم، فانت محتاجه تعملي حاجه اسمها التحضير. في الصحه النفسيه حاجه اسمها انا محتاجه اعمل حاجه اسمها تهيئه نفسيه، اكتب ايه الحاجات اللي بتضايقني من ابني او انا مش بعرف اتصرف فيها، وابدا اتدرب عليها اسبوع، اخلص الاثنين دول اعمل تشيك كده عليهم وابدا اتكلم في اللي بعده في اللي بعده في اللي بعده. أيوة. لكن ما اكتبهمش كلهم واحاول انفذهم كلهم، يبقى مش هنفذ حاجه خالص، وهحس بعدها ان انا ام فاشله محبطه، هرجع لنفس الطريقه الاولانيه ويمكن اصعب. يعني تشتغل على حاجه حاجه. بالظبط كده، وارتب مسؤول الحاجات الاولانيه اللي انا هشتغل عليها. جميل. استاذه نشوى احنا معانا استاذه مريم من الجيزه. مساء الخير يا فندم. مساء النور. اهلا بحضرتك، اتفضلي استاذه نشوى معاكي. ايوه اتفضلي. ايوه انا مع حضرتك. انا ابني رايح 5 ابتدائي، وابني ذكي جدا وعنيد جدا، مش عارفه استغل ذكائه. شاطره كويس. انت بتحسي ان هو ذكي في ايه؟ طيب انت حاسه ان هو ذكي جدا؟
هو ذكي يعني ذكي مذاكره يعني هو شاطر في المذاكره بس مش حابب يذاكر. اوكي تقصدي وانا مش عارفه استغل الحته دي معاه ومش عارفه اعاقبه يعني انا ما بضربوش انا كل عقابي معاه ان انا بغيله الساعه بتاعت الموبايل بتاعته. اوكي وده بيوصلك لحاجه ولا بيفضل يعند برضو؟ مش عارفه يعني ما بضربوش انا مش بعاقبه مش بضربه بس مش عارفه اعمل معاه حاجه يعني كل اللي انا بقدر اعمله اقصى حاجه اقوم لغي الساعه بتاعت الموبايل بتاعته. اوكي وتاني يوم بيكمل صح ولا ولا لا برضو بيعند معاكي؟ بيعاند لان هو عارف انا بعمل كده ليه انا بعمل كده عشان يعني في ثواب وعقاب انت عملت صح هتتجازى عملت غلط هتتعاقب بس مش بعاقب بالضرب. طب انت ام حازمه بتحسي ان انت شديده شويه؟ انا صعبه مش شديده شويه شكرا. لان انا معايا ثلاث ولاد شكرا شكرا قوي مبسوط قوي. انت بقى عندك حاجه اسمها ذكاء ذاتي على فكره. ايوه هي عارفه نفسها. انت عارفه نفسك حلو جدا. فخليني بقى استاذه مريان خليني مارينا بقى يا مريان او مارينا ان انا اجاوبك بقى عشان ده كنا بنكمل على النقطه دي. هي في صوتها هي عايزه تمشي ايه مظبوطه واضح كمان انا لو في يعني تكمله تطلع احتمال ان هي بتحب الصح الصح والغلط غلط طبعا بتعمل الصح واعمل كذا ولو ما حصلتش كذا يحصل كذا. فطول الوقت يعني هي مشدوده في ان هي تنفذ اوامر واوردرات ومظبوط وصح وغلط فده كتير قوي. طيب اعمل ايه؟ انت محتاجه تحطي بقى العاطفه جوه الكلام. زي مثلا انا فارق معايا جدا ان انت تاخد الموبايل انا على فكره ببقى زعلانه قوي وانت مش بتاخده. طب خلينا نتفق على حاجه يا ابرام انا مش عارفه اسمه يا ابرام. بص يا ابرام هناخد الساعه بتاعت الموبايل دي وانا واثقه جدا ان انت تقدر تعملها. قول لي اساعدك ازاي وقت المذاكره عشان يبقى لطيف بالنسبه لك؟ تحب مثلا نرتب المكتب بشكل مختلف؟ تحب ننقله؟ تحب مثلا اسمعك مزيكا؟ تحب مثلا الكلام ده؟ هتقولي مفيش وقت. صدقيني انت بتاخدي وقت في انك بتنحري اكتر بكتير من انك تتكلمي معي علشان توصلي له مشاعرك. وبداي قولي له على فكره انا حاسه بيك قوي ان اليوم لازم كلمه انا حاسه بيك تبداي تستخدميها لانه العاطفه قليله عندك. يعني انا حاسه بيك قوي. هنعمل العكس احنا كنا بنقول لان هي ام حازمه عشان كده انا كنت حابه قوي ان احنا نركب الكلام على اللي احنا بنقوله عشان الام الحازمه تعرف تتعامل ازاي والام العاطفيه لينا تعرف تتعامل. نقطه قوتك هي الحزم وعندك ذكاء ذاتي فابدأي اشتغل انك تكوني عاطفيه ما تروحيش للاخر. استخدمي اداه ان انا حاسه بيك عارفه انه قد ايه صعب انا واثقه قوي انك هتقدر تعمل. يعني هو ده اللي تستغل برضه هي قالت استغل ذكاء ابني ازاي لان هو ذكي بس بيعاند. فهو هو بيعاند علشان هي حازمه شديده فخلينا نجرب انه انت تستخدمي مع العاطفه مع الحزم. وبالاخص الطفل العنيد مش محتاج تقولي لي اوردر محتاجه تبلغيه اختيارات محدده. تبدأي تقولي له تبدا تاخد المذاكره نقعد نص ساعه ولا تاخد 40 دقيقه هيقولك طبعا الاقل. اوكي ده قرارك انت وانا واثقه انك هتخلص في الوقت ده. أيوة. فهو يفهم ويبقى عنده مرونه لانه واضح كمان ماما ما عندهاش مرونه. انا حاسه ان بتعمل ليه كده. ايوه هناخد استاذه إيلاريا من بني سويف. مساء الخير يا فندم. مساء النور. حضرتك كنت اكلمك دكتوره بنت يا مع حضرتك سنة. اتفضلي. 13 سنه وللاسف وانا بتشد المذاكره وبتعاند معايا كتير جدا وبحاول وبجيب هدايا وبطبطب عليها ما فيش فايده حتى ممكن في قلب الكنيسه وتعاند مع المكتب. اوكي طب هي في الطفوله كنت بتتعاملي مع حضرتك معاها ازاي؟ كانت بتتضرب؟ كانت بتتزعق؟ كانت بتتشتم؟ بتقال لها كلام مش كويس؟ لا صدقيني كانت معاها اختها اكبر منها ب 13 سنه وهي كانت وحيده ليها يعني كانت اغلى حاجه وبتفتحها وتجيبلها كل حاجه بس انك دوقت وصدقت يعني عمره ما حد يعني قيس عليها. اوكي يعني معنى كده ان هي صغيره صح كده؟ هم اثنين هي واختها بس. اوكي طب اسال حضرتك على حاجه هي انتوا مدلعينها انت حاسه ان في حمايه زايده او دلع زايد معاها؟ ايوه انا لما بقعد يقسى عليها انا بطبطب وبخيل نفسي بطبطب وبخيل قول عشان انت حلوه وجدعه بس تذاكروا هنكسب تمام قول لها هنكسب شد حيلك ونكسب ولا في دروس ولا في مدرسه صدقيني بامان حتى في الكنيسه بتعاند مع النساء يقول لك ما حدش يعلم صفه عليا. اوكي حلو جدا. اوكي شكرا. جميل. اوكي شكرا استاذه إيلاريا. استاذه نشوى هتجاوب عليك كده. بصي واضح انه في اختلاف في كده كونسبت انا بس كده عايزين نشاور عليه موجود في كل البيوت. انا شد وانت ارخي انا ارخي وانت تشد هي دي معلومه على فكره يا جماعه غلط خالص. بتعلم المراهق او الطفل ازاي يعرف يستغل الاثنين كويس جدا
والحاجة التانية الاتفاق أنا وجوزي على طريقة التربية مهم جدا. أمهات كتير هتقول لي بس الأبهات ما بيسمعوش الكلام، صح، بس خليني أقول لك إنه ازرعي حنية وحزم في نفس الوقت علشان تقدري تلاقي نتيجة. ده جزء مهم جدا، أنا وهو متفقين على طريقة معينة. ففكرة إن أنا أشد وهو يرخي هي دي معلومة خاطئة جدا، وكان نفسي أخد فيها كلام أكتر من كده، بس أنا عايزة أجاوب على سؤالها. واضح إن هي عايزة تفرض شخصيتها وعايزة حد يخليها تبان، يعني عايزة حد يسألها، عايزة حد ما يعمل لهاش الحاجة. حاجة تانية، هي واضح إن هي عندها حماية وعندها دلع زايد وبتعمل اللي هي عايزاه، واضح إن هي ما عندهاش مسؤوليات في الحياة، واضح كمان إن هو محتاجين يقللوا حماية زايدة، وواضح كمان إن البنت محتاجة كمان يساعدوها إنها تختار حاجات، إن واضح إن في حاجات هي ما بتختارهاش، فهم عايزين يمشوا كلامهم عليها، مش عايزة تتجبر على حاجة، هي تختار بنفسها. بالضبط، لأن هي في سن الوقت في سن مراهقة، فهي من حقها إن حد يسمع رأيها، حد يسمعها وياخد رأيها ويتناقش معاها فيه. ما تقولي طب ما هو بتقول لي رأيي بس وحش، أتناقش معاها، مش أقول لها هو ده اللي موجود، ولو بوكي لو عرف الموضوع هيبوظ خالص، وكأن أنا ما خدتش وديت. هي البنت دي محتاجة حد يتكلم معها، محتاجة حد يصاحبها يسمعها، لأن خدي بالك واضح إن هي عندها شخصية، فهي عايزة تظهرها، مش لاقية وقت إظهار بشكل إيجابي فبتظهر بشكل سلبي، فأنا محتاج إن أنا أستخدم ده بشكل إيجابي علشان أقدر أساعدها تظهر بشكل إيجابي، ونوقف كلمة أنت عنيدة، أنت بتسمعيش الكلام، أنت ما فيش فايدة فيكي، ده أكيد برضو بيتقال، أنا بعمل لك ده كله وأنت ما فيش فايدة فيكي، فإحنا محتاجين قوي نوقف أي كلام سلبي ونبدأ نقول لها ونشجعها على إن هي بتاخد قرارات كويسة عشان تقدر تفهم إن أنا موجودة بسلوك إيجابي، هتكمل فيه ما تكملش في السلبي. احنا هناخد استاذه ايفا من اسكندريه. مساء الخير يا فندم. مساء الخير، اهلا بحضرتك. استاذه نشوى معاك يا فندم، اتفضلي. مساء الخير دكتوره، اتفضلي حضرتك نسمعك. إيه، انا بنتي رايحه سنه خمسه، ما بتحبش المذاكره تماما، ملهاش اصحاب في الكنيسه، تقول لي انا مش بحب اروح مدرسه احد عشان ماليش اصحاب. طب اتعرفي حبيبتي صاحبي، اتكلمي، مش اجتماعيه خالص. اوكي، ثقتها بنفسها عامله ازاي؟ هي تمانية بتاكل في ضوافرها. كنت لسه هسألك نفس السؤال، بتعمل اي عادات تكرارية، عقد مأظافر، حاجات زي كده؟ اوكي. أيوة. هي أيوة. انت هي اول طفل بالنسبة لك؟ ايوه اول طفل. واضح جدا. اوكي، انت بتحس ان هي عندها قلق اجتماعي، يعني لما بتشوف ناس جديدة ما بتتعرفش بسرعة؟ اوكي، وثقتها طبعا بنفسها ضعيفه. طب حضرتك بتزعقي؟ ما بتحبش المذاكره او مش عايزه تذاكر؟ هي حاسه ان هي مش بتحب المذاكره. طبعا انا بزعق عشان تذاكر، يعني بذاكرش غير بالزعيق. انا معاكي. اوكي تمام استاذه ايه، استاذه نشوى هتجاوب عليك كده دلوقتي. اتفضلي. دي اول طفل، فانا اول طفل ده عملت فيه كل الحاجات الحلوه والوحشه للاسف. يعني الام محتاجه تهدي شويه. في سؤال جاي احنا هنعلمك ازاي تهدي، عشان ما تقوليش بقى ان مش زرار، ده حقيقي. بس البنت عندها عدم ثقه بنفسها كبيره جدا، عندها قلق اجتماعي. القرقضه دي بتنفس عن القلق اللي عندها، ما بتعرفش تتعامل مع الناس، ما عندهاش اصحاب. البنت دي بتقول عن نفسها ان انا وحشه، انا مش كويسه، انا فيا حاجه غلط. حاسه ان هي ملهاش اي لازمه. البنت دي محتاجه تتشجع، محتاجة يتقال لها كلام إيجابي، مش بالونة أنت فظيعة وهيلة. محتاجة تشوفي هي بتعمل إيه كويس وتشجعيها عليه. الحاجة التانية، لما بتقولها اعملي أصحاب زي فلانة وزي علانة، هي مش عارفة، هي مش قادرة، لأن هي ثقتها بنفسها ضعيفة. صعب جدا قوي إنها تروح تقوليلها على حاجة هي مش قادرة تعملها. هو ده بقى اللي أنا عايز أتكلم فيه. يعني فضل. حضرتك ذكرتي في الأول ودلوقتي إن هو زي فلانة زي علانة، أنا عايزك تبقى زي فلان. ليه ما فيش عند المدرسين والاباء والامهات ان هو في فروق بين الناس وبعضها؟ يعني انا في فرق بيني وبين حضرتك، في فرق بين الطالب وزميله في الفصل، مش لازم ان كل الفصل يبقى نفس المستوى، كل عيالي يبقوا نفس المستوى. ازاي نعمل ده؟ اولا انا محتاج الاول اشوف الطفل ده عنده ايه، عنده ايه كويس، وابدا اشوف الكويس ده. لا يعني مثلا في انواع ذكاءات كتير قوي، لو كنا يعني الحلقه كانت اطول كنا اتكلمنا عنها، بس على الاقل نفتح كده نشوف يعني ايه ذكاءات متعدده.
في طفل يكون عنده ذكاء اجتماعي، في طفل يكون عنده ذكاء تفاعلي، ذكاء اكاديمي، ذكاء حركي، في حاجات كتير قوي محتاج انا اشوف الطفل ده عنده ذكاء نوع ايه وابدا انميه فيه اشتغل عليه. البنت دي واضح ان ثقتها بنفسها ضعيفه، فاحنا محتاجين نوقف مقارنه تماما. المقارنه بتحسسني بحاجات كتير قوي وحشه. انا كنت بتقارن وانا طفله، وكانت من الحاجات اللي بتزعجني انه انا مش عاجبه مامتي. ايوه انا مش هي مش شايفاني زي مش شايفاني زي كويس صحيح. انا عايزه ابهرها على يعني انا كطفله كنت عايزه ابهرها جدا، بس ما كنتش عارفه. انا اتقارنت مره واحده في حياتي على فكره على كل الفيلم ده. تخيلوا بقى احنا بنقارن الاطفال ساره لغايه او موجوده فاكراها موجوده بس اتكلمت معاها فيها. مامتي ما كانتش عارفه ان ده واجعني اصلا. هي كان ايه احنا بنقول ان وراء كل سلوك نيه ايجابيه. ايه النيه الايجابيه وراء ان الام بتستخدم المقارنه؟ عايزاها تبقى كويس، عايزاها تبقى احسن من فلان، بس النية دي ما بتوصلنيش. فأنا محتاج أفكر الأول إنه المقارنة ما بتوصلش غير إن أنا وحشة وإن أنا غير كفء وإن أنا مش كويسة. هي محتاجة الأول تشتغل على ثقتها بنفسها وما تقولهاش كلام سلبي وما تقارنهاش بحد. المقارنة أنا بحس إنه أنا مش في عينك كويسة. لما أنت مامتي وأنا عينك مش كويسة يبقى أنا الناس هتشوفني إزاي؟ لما بنقول أمك هي جيشك الوحيد، أنا شايفة إن جيشي أصلا مهدود، جيش بيحطمني، فانا هشوف العالم عامل ازاي. عشان كده الطفل اللي ما بيتزعقش فيه بيبقى واثق في نفسه. فهي محتاجه تشتغل على الثقه بالنفس وتوقف كلام سلبي وزعاق علشان تقدر تطلع بنتها لانه القرقاه ده وبلاش خالص تشيل ايدك من بقك. مش امر وما تعملش منشن لده، لكن لما تعمل تقولها تعالي تعالي في حضني انا بحبك. تلهيها في حاجه ثانيه. هل هي مش الهاء على قد ما انه يعني اكمل العاطفه. ان هي البنت بتعمل ده عشان هي عندها قلق في حاجه مخوفاها. بالظبط. احنا هنكمل حوارنا مع استاذه نشوى لويز عضو المؤسسه الامريكيه للتربيه الايجابيه، اخصائي تعديل سلوك الاطفال والمراهقين، اخصائي صحه نفسيه بجامعه عين شمس. لكن بعد الفاصل خليكم معانا. رجعنا لحضراتكم مرة تانية مشاهدينا. قبل الفاصل كنا بنتكلم عن خلاص بقى راجعين للمدارس، كنا بنتكلم مع الأمهات إزاي يتعاملوا مع أولادهم خلال أيام الدراسة أو مع بداية عام دراسي جديد. عايزين بقى نغير الفكر ونغير الدنيا كده ويبقى عام دراسي سعيد على حضراتكم جميعا وعلى أولادكم. إحنا بنتكلم مع أستاذة نشوى لويز عضو المؤسسة الأمريكية للتربية الإيجابية وأخصائي تعديل سلوك الأطفال والمراهقين وأخصائي صحة نفسية بجامعة عين شمس. أستاذة نشوى منورانا ومش عارفه الاحق على التليفونات مع حضرتك. الناس كلها يا عيني عندها مشاكل مع اولادها وعايزينك بقى ايه حل لهم بقى مشاكلهم. احنا معانا استاذه مريم من القاهره. مساء الخير. مساء الخير يا فندم، منورانا. استاذه نشوى مع حضرتك يا فندم. اتفضلي. بعد اذنك يا دكتوره. اتفضلي. انا هعلى شويه من منطقه حضانه وابتدائي. انا بنتي مخلصه ثانوي وداخله جامعه ومذاكرتها قليله، يعني حتى طول 3 سنين ثانوي مذاكرتها قليله ومجموعها جايبها كليه خاصه. انا ادخل كليه خاصه وادفع وانا عارفه مجهودها ولا اتصرف ازاي؟ يعني انا محتاجه بجد لان الوضع صعب عليا والرقم كبير وانا عارفه ان مجهودها برضو مش قوي او مذاكرتها. انا مش عارف يعني مش قادره اميز هو مجهودها الشخصي ولا مذاكرتها هي اللي قليله. طب هي عايزه تكمل؟ انا هستاذنك بس هي عايزه تكمل ولا مش عايزه؟ طبعا عايزه تكمل وعايزه الكليه الخاصه اللي جايه لها دي عايزاها طبعا. طيب معلش انا عايزه بس انا اعمل ايه مقابل يعني تحدي كبير في زمن صعب زي ده عشان ادخل كليه خاصه؟ هي بنتي الأخيرة على فكرة. كنت لسه هسأل. هي أصغر واحدة. هي أصغر واحدة. أوكي. وأنا صعبان عليا يعني أأثر معاها حبيب. وفي نفس الوقت عايزاها تبقى أحلى حاجة، بس أنا خايفة من المطبات اللي ممكن أتعرض لها خلال ال4 سنين. طب قولي لي إيه المطبات اللي أنت شايفاها إن أنت ممكن تتعرض لها؟ إن هي مثلا ممكن تسقط مثلا أو تجيب مادة أو كده؟ قدر الله. ده اللي مخوفني. طب هل هي أصلا السنين الدراسية اللي فاتت كلها كانت ممكن تنزل في مواد؟ لا ما حصلش، بس طيب. بس دايما درجاتها يعني يا دوب الدنيا ماشية. طب هي بتذاكر وبس هي مش بتحصل أوي. يعني هي بتبذل مجهود. هي كانت متفوقه لغايه ابتدائي. اوكي، فهي بتذاكر بس مش بتحصل ولا اصلا مش بتذاكر؟ لا بتذاكر بس تحصيلها قليل.
طيب اوكي شكرا. ربما في الامتحانات ده اللي انا لاحظته ان هي بتتوتر جامد في الامتحانات. ثقتها بنفسها عامله ازاي طيب؟ شويه وشويه. شكرا. والقلق عندها عامل ازاي والخوف؟ شديد شويه. بابا شديد؟ كان. دلوقتي لا وحضرتك؟ برضو كان. شكرا جدا. شكرا استاذه مريم. استاذه نشوى هتجاوب على حضرتك. طيب هي القصه دلوقتي ان البنت بتذاكر بتبذل مجهود واحنا كنا لسه بنقول امك هي جيشك الوحيد. احنا هنكمل مع اولادنا، احنا دورنا داعمين ليهم في ظهرهم، وهي كمان بتبذل مجهود. لو كنت اتوقع مثلا تقولي لا مش بتذاكر، وبرضه كنا هنقف على فكره وهنعمل، بس كنا هنحط اتفاقات. هي القصه ان البنت محتاجه انه تدخل ده، لان هي بتعمل اللي قادره تعمله. اللي مش بيخليها واضح انها تحصل ان البنت ثقتها بنفسها ضعيفه، وكتير قوي في ثانويه عامه بيشوفوا الورق وبيتخضوا ومش بيعرفوا يحلوا. فالبنت اولا طبعا انا مع حضرتك جدا، لكن في الاخر ده قرارك انت، ما اقدرش انا اقول لك قرار ان انت اللي في الموضوع نفسه. لكن انت بتقولي ان هي بتبذل، يعني هي بتعمل اللي عليها، لكن هي مش بتحصل. يعني دي الفروق الفرديه اللي كنا فروق فرديه حاجه، بس خدي بالك ان واضح انها مش بتحصل لان في انشغال وهي بتذاكر بمشاكل تانية عندها. ثقتها بنفسها ضعيفه، قلقانه، خايفه طول الوقت، داخله الامتحان هي مرعوبه من طول الوقت. يا بنت احنا ندفع فلوس كتيره، كمان خدي بالك قوي في طريقه الكلام معاها، احنا ندفع فلوس كتيره، انا عامله كل حاجه يا بنتي، اعملي مش عارف كذا. الضغط برضو ده اللي هنبدا نقول. فهي يا حبيبتي وهي بتبذل المجهود، لما هتشوف ورقه الامتحانات متوتره فده مش هيوصلها. لكن اقدر اقول لها ايه؟ عشان واضح ان الام عايز تبذل مجهود، بس البنت يعني واضح ان هي مش قصدها انها تحمل عليها، بس ده اللي بيحصل ان هي حملت عليه. اقدر اقول لها انا واقفه جنبك لحد اخر نفس، انت بتعملي اللي عليكي، ما دام بتعملي اللي عليكي انا واقفه جنبك، انا ممكن اساعدك ازاي وانا معاكي، اطمني حتى لو اي حاجه حصلت انا جنبك. البنت دي محتاجه تطمن، لانه هي دلوقتي خايفه انه ما تكملش، عشان هي عندها مشكله ان هي مش عارفه تكمل. فهي محتاجه الاول تسمع كلام كويس وايجابي. كمان البنت دي كانت بتتضرب وبتتزعق واضح فيها، فمحتاج ان انا اقعد معاها اعتذر لها عن كل اللي فات، واقول ان دي كانت طريقه مش كويسه خالص انا عملتها معاكي، لكن احنا هنكمل انك تعملي ده. الحاجه الثانيه البنت دي محتاجه تتشجع في حاجه ثانيه بتعرف تعملها، علشان تطمن على كفاءتها الذاتيه، ان انا شاطره في حاجه ثانيه، فانا مش المذاكره بس او عدم تحصيلي بس هو اللي وحش، لان ده هيصب في حته ثانيه. ممكن تكون خادمه حلوه في الكنيسه، ممكن تكون بتلبس كويس، ممكن تكون بتعمل حاجه فعلا، ممكن تكون بتساعد في البيت. ايه اللي هي مميزه فيه؟ اشجعها فيه واقول لها انت شاطره في ده، ما دام انت شاطره في ده هتبقي قادره تبقي شاطره في كل حاجه، وابدا اكرر ده كتير معاها علشان تتساعد وبدون اي ضغط. حرام عليكي، شدي حيلك معايا شويه، انا بدفع فلوس كتيره، لان ده مش هيساعدها. ان هي تحسسها بالذنب او ان بالظبط، لان هي مش قادره. هي واضح كمان البنت المتانه النفسيه بتاعتها ضعيفه، فحبيبتي بتاخد الكلام ده تفضل تفكر فيه الوقت كله، فبتبقى مرعوبه، فمش هتحصل طبعا دراسيا. طيب استاذه نشوى، يعني احنا ايه من اللي بتقوليه، بس في امهات ما تقدرش تعمل كده طبعا، لان الضغط بقى، ضغط البيت، ضغط الشغل، ضغط ان انا عايزه اخلص حاجات في البيت، مش لسه بقى اقعد اطبطب على عيال، ما انا هعمل ايه ولا ايه؟ صح مظبوط. نعمل ايه بقى؟ عشان كده بنقول ان البدايه دايما عندي، ودايما عشان كده بدات حضرتك معاكي الحوار وقلت لك ده. طيب اعمل ايه مع نفسي في وقت من الايام؟ نفسيا انا بقى، انا كماما بقى انا اتصرف ازاي؟ محتاجه تاخدي وقت لنفسك، وما تقوليليش مش بلاقي وقت. ضروري، مهم جدا تاخدي وقت لنفسك قبل ما يصحوا، قبل ما بعد ما يناموا، اتصرفي فيها. هتقدري تعمليها، ان ده حقك انت، مش اللي هو انا بترمي على السرير. صح. طب انا اصل وانا بعمل الاكل مش بلحق. حطي اي حاجه تسمعيها وانت بتحبيها، بلاي ليست كده بتحبي تسمعيها حطيها، حبي نفسك وقدريها، انت حقك انك تتحبي، انت اللي بتغذي، انت اللي معاكي الميه اللي بتغذي بيها الاسره دي كلها. مش مهم الولاد دلوقتي، المهم انت. لو بقيت انت كويسه هتعرفي تروي، لكن طول ما انت مش مرويه صعب جدا هيبقوا ناشفين زي ما انت شايفه وزيكي سامعه المشاكل. فمحتاجه تاخدي وقت لنفسك، ده اول حاجه. نقول على الخمس حاجات ولا عندنا تليفون؟ احنا هنقول على حلو جدا. عندنا لما الطفل يعمل مشكله اتصرف ازاي؟ اول حاجه في السلايد مكتوب ان انا تهدئه ذاتيه. تهدئه ذاتيه يعني لما يعمل مصيبه كب حاجه في الارض، محتاجه ان انا ابعد، هدي نفسي، هدي نفسي. يا ريت السكرين شوت دي احطها على الموبايل واحفظها اللي انا حطاها دي. ليه؟ هبدا اسال نفسي ثلاث اسئله. هو ابني عمل كده ليه؟ سواء شتمني او شتم صاحبه او اي حاجه. الولد ده عمل كده ليه؟ هعلمه ايه من الموقف ده؟ هعلمه ازاي بطل شتيمه؟
هعلمها له ازاي؟ الثلاث اسئله دول هيساعدوني ان انا بدل ما افكر ان انا ازعق او انت ليه الادب وحب تقول كده وانت، هيخلوني ايه؟ لا ده انا عايزه اوصل لابني انه بطل شتيمه. أيوه. وابدا زي ما كنت بقول لحضرتك الورقه اللي نعملها ان انا ابدا اخد خطوات ناحيه انه ما يكبش على الارض، انه مثلا او انه هو يصلح اللي كبه مثلا، او انه هو يديله ازاي كوبايه بلاستيك لو انا كوبايه وطبق صيني انا هموت لما بيتكسر، او انه هم يلم مكانهم. فانا محتاج الاول اسال نفسي ثلاث اسئله بس قبلهم، لازم يكون اعمل تهدئه ذاتيه. صعب جدا تعملي تهدئه ذاتيه وانت مش بتعمليها اصلا يوميا، مستحيل هتعرفي تعمليها. انا مثلا باخدها باللي دوري، انا عندي الساعه يعني عندي ساعه كده مكرسه كلمه ماما مش موجوده بتتقال، ولادي عارفين وعارفين ان هم عندهم وقت نوم وانا ده حقي. كتير قوي بناخد وقت لنفسنا بس من غير ما نقول لهم ليه، انا مش بسرق عشان ابقى مبسوطه او مرتاحه، لا خديني معاكي مع اصحابك، اشمعنى انت تتبسطي؟ عشان انا حقي اكون مبسوطه. الولاد اتعلموا من كتر ما احنا بندي ان احنا ما عندناش احتياجات، بالعكس، ولما انا هسدد احتياجي هتلاقي كفاءتك في البيت عامله ازاي. لكن صعب جدا ما تسدديش احتياجك وتبقي عايزه تسددي احتياجات الاخرين، ده مستحيل يحصل. وده صحتك النفسيه مهمه جدا عشان ده كمان تقدري تروي بيه الولاد بتوعك. صحيح. طيب احنا بقى عايزين ايه ملخص كده لكل اللي قلتيه، لان انا يعني الموضوع ده كبير جدا وانت جميله قوي مش عارفه اخلص. قولي لي بقى ايه كده نقط سريعه يعني تسمعها بقى كل ام منك وتعملها ازاي، مختصر بقى لكل ده. انت الاهم، انت تقدري، انت عندك حقوق ما تضيعيهاش، حتى لو كل الناس ضدك حواليكي بيعاقبوكي ويقطموكي، فكري ان انت بس واحده تستاهلي، لان ده انت بقى، مش بقول لك ام جيشك الوحيده، ما اعرفش اهاليكوا عايشين ولا لا، بس بقول لك ربنا جيشك الوحيد وانت كمان جيش لنفسك وحيد، تقدري تقومي وتقدري تكملي. وفي ناس كتيره قوي عملوا ده. دي واحد، اهتمي بنفسك لان انت اهم. الحاجه الثانيه، وقفي معاقبه ووقفي مكافاه، فكري ازاي بالثلاث اسئله اللي قلناهم تساعد ابنك يوصل للنتيجه اللي انت عايزاها. رقم ثلاثه، خدي وقتك للتدريب علشان تقدري تنفذي خطوات صغيره، لما هتنجحي في واحد اتنين هتقدري تكملي. رقم اربعه، اطمني انك تغلطي، الاخطاء فرصه كبيره قوي للتعلم، احنا مش هنجلد نفسنا عشان غلطنا، انا غلطت النهارده هصلح بكره، معرفتش اتصرف في ابني في الموقف ده بكره هعمل ايه. وقفي احساسك بالذنب وفكري، اللي هيوقف احساسك بالذنب انك تفكري بكره هتصرف ازاي في الموقف بتاع النهارده، وهتقدري تكملي. واهم حاجه، العلم حلو وجميل بس فعلا بكل امانه انا درست كتير وبدرس لسه، لكن ربنا هو اللي بيدي النعمه وبيدي القوه. صلي وادعي يومك انه ربنا يديكي طاقه كبيره انك تكملي، وان يساعدك انك تعيشي امومتك في زحمه الحياه دي. جميل، انا بشكرك جدا استاذه نشوى بجد، يعني اتمنى كل اللي شافوكي النهارده وكل الناس اللي خلاص بقى داخلين على المدارس اسمعوا الحلقه وشوفوا استاذه نشوى قالت ايه. يعني بصراحه كلامك حلو قوي، يا رب كل الناس تنفذه. استاذه نشوى لويز، عضو المؤسسه الامريكيه للتربيه الايجابيه، واخصائي تعديل سلوك الاطفال والمراهقين، واخصائي صحه نفسيه بجامعه عين شمس، نورتينا. شكرا. واتمنى كل الناس تسمعك وتنفذ كل كلمه قلتيها. امين. شكرا، نورتينا استاذه نشوى. مشاهدينا يعني كل سنه وحضراتكم طيبين، وان شاء الله كده يبقى عام دراسي سعيد على حضراتكم. اسمعوا بقى كلام استاذه نشوى قالت ايه ويا رب تنفذوه. هشوفكم في الفقره الجايه، ركن المطبخ، خليكم معانا. رجعنا لحضراتكم مرة تانية مشاهدينا، وصلنا معاكم للركن المحبب لقلب السيدات والبنات، ركن المطبخ. بيسعدنا ويشرفنا وينورنا النهاردة الشيف أبانوب عادل، طبعا صديقكم انت كلكم يعني. منور يا شيف. ربنا يخليك. ايه الاخبار، عامل ايه؟ الحمد لله تمام. الحمد لله. انا جربت اكلك طبعا بتاع المره اللي فاتت. كان تحفه يعني. الحمد لله. قول لنا هتعمل ايه النهارده بقى. النهارده هنعمل وصفه سهله، نعمل النهارده فته، بس فته بفايده فراخ، حاجه سهله يعني، خلاص الدراسه داخله فاحنا عايزين حاجات سهله وسريعه. سندوتشات بقى وحاجات بسرعه. انتوا عارفين النهارده كمان الوقت ده موسم المخلل، فاحنا النهارده هنعمل مخلل بس مختلف شويه. ماشي، خليه مفاجأة. مش هنقول عليه، هنقول عليه. خليه مفاجأة. هنقول مقادير الفته. هتعمل معاها رز صح؟ انت قلت لي منها رز. عندي رز، عندي لون اخضر هستخدمه، عندي شرايح فراخ، فلفل الوان، بصل،
عيش متقطع، عندي بقى زبادي وطحينه، توم مفروم، ملح، فلفل اسود، كزبره ناشفه، توم باودر وبصل باودر، صويا صوص وبابريكا، وليمون وخل. تمام. اول حاجه هنبدا بيها احنا ممكن نشوف مقادير الفاهيتا وانت شغال بقى. تمام. يلا اول حاجه هنبدا بالتتبيله اللي هنتبل بيها ايه الفاهيتا. تمام. ده صويا صوص. ده صويا صوص. اوكي. اخد منه شويه. او انت بتعمل في الفاهيتا بقى المقادير قدامنا على الشاشه. وشويه من الملح. تمام. معلقه صغيره كده. اوكي. تمام. وشويه من الفلفل الاسود. هي الفراخ بتحب تتبل قوي عكس اللحم. هات البوله دي قدام شويه اللي انت شايفها. تمام. شويه من الكزبره الناشفه. قلت لي الفاهيتا بتحب تتبل. الفراخ عامه تحب تتبل شويه عكس اللحم. اللحمه ليها تيست فما ننصحش انها ايه تتبل كتير، لكن عشان الفراخ ما تضيعش طعمها. لكن الفراخ تحب ايه تتبيل كتير، شويه بصل باودر وتوم باودر. البابريكا دي بابريكا مدخنه، تمام، واخده ريحه التدخين. تمام. هنزل بيها وفص من التوم. تمام. تمام. صويا صوص وملح وبصل باودر وتوم باودر و بابريكا وهي تاني ده؟ بابريكا وفلفل اسود وكزبره ناشفه وباقي التوابل. تمام. حلو قوي. هنقلب كده. التتبيله دي. دي تكفي قد ايه يعني؟ دي؟ دي تكفي نص كيلو فراخ. اوكي. وانت الفراخ معاك متقطعه؟ متقطعه سلايز، هوريكي برضو ايه متقطعه ازاي. تمام. بس هي الفراخ هي بتتقطع شرايح بسيطه جدا. اهي. ماشي. حلوة. مفيعة خالص. هنزل بيها. على التتبيلة. اوكي. تتحط بقى في التتبيلة قد ايه؟ المفروض تقعد ساعتين ليلة كاملة، بس انا ايه عشان الوقت هشتغل بيها على طول. ماشي. يعني ممكن يعملوها ويسيبوها في التلاجة مثلا من بالليل؟ ده يفضل يعني. تمام. ولو حد راجع من الشغل بسرعة ممكن يعملها في وقتها عادي. تمام. أوكي. انا هنزل نبدأ بالرز. عشان الوقت بتاعنا. هنزل كده بشويه من الزيت. ماشي. هنزل دي كوبايه من الرز هنزل بيها. تمام. زيت والرز. والرز. وبس هديلها رشه من الملح. انا النهارده عاوز اعمل رز ساده ما فيهوش اي طعم، عاوز ادي يعني اخد الطعم من الفراخ والخضار اللي انا عامله. ودي الطاسه برده بتاعت الفاهيتا هنزل بيها بشويه من الزيت. تمام. اوكي. بقى ممكن نبدل عشان دي اعلى. ماشي. انت بتسيب الرز يعني يسخن صح؟ لازم يسخن. وهتحط له بعد كده ميه سخنه ولا هتعمل؟ طيب. بس انا ما حطيتش غير ماده دهنيه وشويه من الزيت. انا مش عارف يعني الرز انا هاخد طعمه النهارده من الصوص بتاع الفته اللي انا هعمله والفراخ. تمام. اوكي. وشويه الملح دول خلاص بتوع الوصفه، مش هحتاج ملح تاني. فين الرز؟ اديله تقليبه يسخن. طب ليه انا بعمل يعني الرز ليه بديله ماده دهنيه في الاول وشويه من الملح؟ الرز عشان ما يفلفل وما يعجنش معاك لازم اديله ماده دهنيه في الاول وابدا اعمله كده اقلبه كويس في الحله. اول ما الاقي الرزه سخنت معايا يبقى الرز كده تمام، ابدا احط له ميه سخنه. ميه سخنه، شوربه سخنه، كله سخن في سخن عشان ايه الرز يطلع مفلفل ما يطلعش معاك. تمام. ماشي. بص بقى الطاسه لازم تسخن قوي عشان انا عاوز الفراخ ما تنزلش المايه بتاعتها. تمام. تتحط على زيت سخن يعني؟ انت حطيت زيت؟ زيت. يعني تتحط على زيت سخن والفراخ قلت لنا متقطعه صغير خالص. تمام كده. ايه بتعمل تيست بواحد. لسه انا ايه هنكمل. تمام. جميل. طب انا الاكل النهارده اخد طابع هندي شويه. طابع هندي. ايوه. انت بتنوع. المره اللي فاتت كنت عامل الباربي باستا. ايوه انا فاكره. خلي بالك مش فاكر. لا انا فاكره. تمام. جميل. دي ما تاخدش وقت يا شيف يعني؟ تاخد وقت قد ايه مثلا؟ تلت ساعه بكتير. احنا بص احنا نعمل كل حاجه على الهوا واحنا خلاص بنقفل الحلقه بتخلص الحاجه تكون جاهزه. طب انت قلت لي هتعمل الرز اخضر. كوبايه لسه. كوبايه وربع من ايه؟ من الميه. الفتة على طول كوباية وربع مية. الفتة على طول بناكلها ايه؟ برز ابيض. برز ابيض. فاحنا عايزين نغير عشان الولاد فانزل ده لون اخضر صحي. طب لو انا مش عايز اعمل لون اخضر
احط له عارفه بقدونس وشبت، اخد الميه بتاعتهم ويعني اعملهم كده في ميه واخد الميه بتاعتهم ويديني برضو ايه نفس اللون. يعني مش عايز يستخدم لون، ممكن الشبت او اي الخضار يعني اغطي عليه يتشرب وبعد كده ايه ابدا نيله. لسه تاخد كده ايه تاخد شوت. انا هبدا جميل دي شويه بس بقى عشان انا مش عايز زي ما قلت لك الفراخ تنزل ايه تنزل الميه بتاعتها، فابدا ايه اخد كده وانا ابدا انزل على الاطراف الاطراف بتاع الايه الطاسه طبعا ريحه الثوم طلعت مع الصويا صوص اهو حلو قوي. انت بقى بتحط إيه؟ جزء جزء ولا تنزل كله؟ يعني ما ينفعش احطه مره واحده، ما كله هينزل ميته مش هيديني التست. انا عاوز ايه اخد التست برضه. يعني انت لما تعمل كده ما يبقاش فيه ميه في الطاسه. اوكي طب حلو قوي. يعني انا لما بحط الفراخ مره واحده كلها او اللحمه او اي حاجه من دي، ده السبب ان هي بتنزل ميه وتلاقيها ناشفه في الاخر. دي تتصدم كده في النار فتقفل العصاره بتاعتها ايه تحتفظ بيها. جميل تمام. لازم برضو البتاع تبقى سخنه قوي. انا هبدا انقل كده، محتاج نار مش عاليه قوي، لازم الطاسه تبقى سخنه. تمام. طيب فضل عندي شويه بقى من الثوم والصويا صوص، انا هخليهم هزود عليهم للخضار اللي هنزله. تمام يعني ده انا ايه هخليه هنا جنبي. طبعا الفته اقلب بس ايه اقلب الرز. الفته ممكن ان هي تتعمل يعني ان هو مثلا ده لو غدا، لكن ممكن نستخدم الفاهيته برضو في السندوتشات. أيوة. مثلا لو عايزه تعمل للولاد مثلا، كنا لسه بنتكلم عن المدارس وازاي بقى خلاص داخلين على موسم المدارس الجديد، فبنحاول ان احنا ايه مش هقلبها خالص، نظبط بقى الاكل. يعني مش هديها اي تقليب، انا ايه عايزها تاخد كده وتدي مع نفسها. ده عيش طبعا، ده عيش شامي متقطع، ممكن استخدم عيش بلدي، ممكن استخدم عيش لبناني، كل حاجه ممكن. هنزله في ايه في الزيت طبعا. الفته لازم ايه لازم العيش، رز وعيش ونوع اللحوم بقى الصوص. تمام. احنا ممكن نغير مثلا الفراخ لو في حد عايز يستخدم اللحمه، عشان ممكن اللحمه ممكن شرايح سمك. سمك في فته سمك. فته سمك يا راجل. كله عندنا. اوكي تمام. ممكن بقى نبدا ايه في الصوص. انا عاوز الصوص اخد بوله كده دي للرز. انا بس مش عايزين ننسى الرز اهو. بس اول ما الميه دي تتشرب انا هنقله هنا مكان الفراخ. اول ما الميه تتشرب هتحطه على الفراخ؟ هنقله مكان الفراخ. تمام. طبعا الريحه طلعت. انا مش بصوا لحد دلوقتي انا مش هقلب، يعني مش هدي اي ايه تقليبه للفراخ. طب الصوص بتاعه الفاهيتا الحاجات دي يعني تحس انها لبناني شويه. أيوة. الشامي مع فاهيتا مع كده، فما بنحتاجلهاش ايه صوص احمر ريد صوص، بنحتاج ايه زي وايت صوص كده. فانا بستخدم زبادي. تمام. مع الزبادي معلقتين من الطحينه. ده بدل التوميه بقى؟ لا ده الصوص بتاع الفته. الصوص بتاع الفته اللي هيتحط من فوق. تمام. هنزل معلقتين من الطحينه. تمام. زبادي ومعلقتين طحينة. عايزين ننسى الرز. بس هو اتشرب كده. هبدا ايه؟ هاخده كده انقله على نار هادية. مكان الفراخ، هاخد الفراخ كده ايه؟ على نار عالية. ماشي يا شيف. تمام؟ معاهم ايه بقى؟ ده اللي هو الصوص بتاع الفتة. حطيت زبادي وطحينة. زبادي وطحينة، هنزل كده برشة بسيطة من الملح. تمام. شوية بابريكا بيدوا لون حلو، رشة بسيطة وبيدوا طعم. تمام. فص من الثوم. ماشي. تمام. وبعد كده عصرة ايه؟ عصرة ليمون. تمام. يبقى زبادي وطحينة وبابريكا ورشة ملح ومعلقة ثوم ولا نص معلقة ثوم؟ نص معلقة ثوم. فص يعني. ونص ليمونة. تمام. وابدأ ايه؟ ابدا. ده الصوص بتاع الفاهيتا اللي شيف بيعمل لنا فتة الفاهيتا النهارده. جميل. عايز احط نقطه خل؟ مش مشكله. ما بنحطش ميه ولا اي حاجه؟ لا لا لا. طيب حلو قوي.
واحنا كده حاطين الفراخ الحته طلعت. انا بس هو العيش اخباره ايه؟ العيش لسه بيتحمر. الرز بقى اخضر اخضر. ايوه. طب بتحب الالوان انت؟ مره باربي مره اخضر. ده جرين رايز. جميل يا شيف. طيب يبقى كده احنا بنعمل فاهيتا الفراخ او فتة فاهيتا الفراخ. اوكي. ازاي بدات ايه؟ بصي مفيش نقطه ميه اهي، طاسه في النص اهي، مفيش نقطه ميه نزلت. حلو قوي. يعني انت علشان ما يبقاش الشيف ورانا ازاي عشان الفراخ او يعني وهي بتتحمر ما يبقاش فيها ميه، حط جزء جزء كده لغايه لما تبقى اتحطت الكميه كلها في الطاسه على طبعا زيت سخن، وما قلبهاش خالص لغايه لما نشفت كده، صح يا شيف؟ تعالوا بقى نبدا نقول مقادير مقادير الفاهيتا، مقادير المخلل بتاعنا. تمام، انت كده خلاص خلصت الفاهيتا كده؟ خلاص هي بس الرز خلاص، واخد البصل. اوكي تمام، هنا ممكن بقى ابدا احط البصل اهو، شرايح بصل. دول فلفل الوان. انا بفكر حضراتكم ان ارقام التليفونات هتبقى قدامكم على الشاشه، اللي عايز يتواصل مع الشيف ابانو بيكلمنا وهو هيجاوبكم على كل الاسئله اللي حضراتكم هتسالوها. احنا كده بنعمل فاهيتا الفراخ او فتت فاهيتا الفراخ، والشيف ورينا بقى التريكات ازاي ان احنا مثلا الفراخ ما تنزلش ميه، ازاي ان هي نقطع العيش ازاي، او يبقى يعني للفته. ادي شويه توابل عشان الخضار لسه نازل، هدي شويه توابل، شويه ملح اهو تمام، شويه بابريكا، عندي بصل بودر، توم بودر، نزل فلفل اسود تمام، وابدا ايه اقلب الخضار مع الفلفل بس كده، وهي سخنه هنزل بايه معلقه صغيره من الخل. دخل بس هتدي مزازه حلوه. حطيت الملح في الاخر عشان الخضار ما يتبلش. ودي تقليبه للرز. ماشي ده كده خلاص، كده الفراخ خلصت. احنا ممكن هو تقطيع الفاهيتا هو صغير كده ولا يعني لو حد مثلا مش عارف يقطعها يعمل ايه؟ يقطعها، عارف يقطع الكميه الحجم الصغير قوي، يتعلم يتقطعها. احنا ناخد قطعه البانيه عادي، هي بانيه عادي تمام، ويبدا ايه ياخد السلايس بالطول، شرايح بالطول، بس قطعه قد الصباع كده تمام. تمام كده خلاص العيش تمام. بس في بوله. ماشي تمام يا شيف، وقلت نستخدم اي نوع عيش عادي صح؟ لبناني بلدي. لبناني بلدي انت دول بس ده شامي صح؟ اديله بس شويه ملح هياخد الطعم. عندي بقى شويه كاري من الوصفه الثانيه، ايه بس اخد منهم شويه يعني. شويه ايه؟ شويه كاري بيدوا الطعم. شويه كاري جميل. تمام ندي تقليبه، نبدا نقول مقادير الوصفه الثانيه. يلا بينا بقى، ده المخلل المفاجأة بقى. احنا النهارده احنا متعودين على مخلل الزيتون ومخلل الليمون ومخلل مش عارف ايه، النهارده نخلل المانجا. الناس هتقولي هتخلي المانجا؟ لا هنخلي المانجا، مالها المانجا؟ فهنخلي المانجا النهارده، نقول المقادير. انا عندي قطع مانجا، فلفل حار، جزر، عندي التوابل بقى اللي هستخدمها، عندي ملح وبابريكا. قطع مانجا وفلفل حار. ايوه. وجزر. ايوه وفلفل او ليمون وخل. وعندي شطه تمام، حبه البركه وكزبره ناشفه وكاري وكركم. ماشي، وانت بقى بتعمل مخلل المانجا، المقادير قدام حضراتكم على الشاشه. تابعوها مع الشيف وهو بيعمل المخلل. بس المخلل المانجا ليه يا شيف؟ ايه هي وصفه هندي بقى المانجا دي؟ ايه ايه وصفه من الهند، دول بياكلوها بقى تتاكل مع اي نوع مندي. مع اي نوع مندي؟ مندي. كده للرز. حلو قوي، ودي اكيد انت قلت شطه هي اكيد هتبقى حاره. جميل، نوطي شويه. ماشي، بس
استخدام برضو الالوان دي مع بعضها يخلي الولاد نفسهم تتفتح ان هم يفهم. معلومه برضو الالوان فيها يعني كل ما تكتر الالوان بتدي مناعه اكتر للولد. وقلت لنا اللي مش عايز يحط لون صناعي ممكن يستخدم مثلا الشبت الخضار اللي هو الورق الورقي. يعني عندي شويه زيت ده للمخلل، عندي شويه زيت على النار تمام ماشي اهو يسخن ماشي. اول حاجه في المخلل الزيت على النار يبقى سخن تمام. نخلل المانجا إيه؟ يا جماعه دول شويه حبه بركه هنزلهم تمام. زيت وحبه البركه في الاول شويه كزبره ناشفه نزله شويه كركم انزله ماشي تمام. شويه كاري طبعا التوابل متكتره عشان الهند بيحبوا التوابل كتير عاوزين نحط دول بيحبوا الكاري والكركم والحاجات دي كلها هندي. اوكي شويه بابريكا مدخنه ايه الفرق بقى بينها وبين البابريكا العاديه؟ بتدي طعم حلو البابريكا المدخنه بتدي طعم طعم حلو قوي. يعني ممكن استخدم البابريكا العاديه ولا لازم ممكن بس المدخنه تديكي طعم ايه؟ طعم مدخن كده شويه، طعم فحم شويه. ايوه ايوه تمام. وابدا ايه؟ بص التوابل كتيره ازاي؟ لازم التوابل كتير. طب انا بوصل لحد فين هنا؟ لحد ما التوابل كلها تطلع الريحه بتاعتها. بص هي التوابل كتير هي كده الوصفه لازم التوابل تبقى كتير تمام. اهو زيت يسخن وبعدين حطيت عليه حبة البركة والتوابل بتاعتك كلها اللي قلنا عليها تمام. دول بقى شوية شطة عشان هي بتبقى مشطشطة شوية. ايوه هندية بقى حلوة قوي. احنا الفراخ اخبارها ايه معانا كده؟ بس انت الفراخ علشان لو حطيت الملح في يعني بعد ما حطيت الخضار ما فيش اي ميه فيها. بص ما فيش ميه. جميل انت كمان مش عايز ان هي يعني هي المفروض ما يبقاش فيها ميه خالص. ما يبقاش فيها ميه في النص اهي ولا نقطه ميه نازله. تمام. يعني انت في الفتت الفاهيتا تعتمد على الصوص ان هو اللي يبقى بيطر الحاجه. ورز خلاص هو دقيقه بص فلفل بس واللي عايز يعمل رز ابيض برضو عادي. رز عادي بتعمل رز ابيض تمام. ودي خلاص احنا حطي عليها خالص. احنا بنستنى الزيت بس ايه الزيت يغلي يعني يقدح شويه تمام. ده كده المخلل المانجا طيب عندي طبق هنزل بيه ده جزرايه مبشوره تمام. وده فلفل احمر حار تمام. هخلطهم على بعض جزر وفلفل حار تمام. بقى الحاجات اللي هي الخضار يعني او الخضار ماشي. بدا ايه يعمل كده ايه زي فقط هنزل عليه بالخضار ده تمام. يعني بعد ما الزيت يسخن بحط الخضار الاول انا بسيب التوابل هي اللي تاخد زي قدحه كده في الزيت ريحتها تطلع بس طيب جميل. وانا المانجا برضو هتتحط تتقلي كده معاهم؟ مش هتقلي بس ايه هاخد لها تشويحه شويه زيت تمام. فكرنا بقى حطينا ايه في الطاسه. احنا حطينا زيت ونزلنا عليها بكاري وكركم حبة البركة كزبرة ناشفة تمام وبس والجزر والفلفل الأحمر ماشي تمام. ونستنى كلهم يسخنوا مع بعض يعني. احنا في الأول عملنا فتة الفاهيتا والشيف ورانا نعمل كل حاجة ازاي بتكنيك كده معين ان هي تطلع يعني مش مليانة مية تعمل الحاجة ناشفة. اوكي بصنتهم في الاخر ماشي. مانجا محطوط عليها توم وفلفل انت متخيل؟ لا حلو قوي ده كده احنا ما بنستخدمش الحاجه فاكهه بس يعني ممكن نستخدمها حاجات تانية. حلو قوي يا شيف بس ايه ريحته تطلع
هعمل بقى صوص كده، الصوص ده هحطه برضو على المانجا انا عندي. طيب احنا قبل الصوص هناخد استاذه ساميه من اسكندريه. مساء الخير يا استاذه ساميه، اتفضلي. مساء النور، ازاي حضرتك عامله ايه؟ الحمد لله مشكور ربنا. شيف ابا نوب معاك يا فندم. مساء الخير يا استاذه ساميه. انا عايزه كلاوي، اعملها ازاي؟ كانيلوني؟ لا كلاوي. كباب؟ انا مش سامعاك. كلاوي كلاوي، كبد وكلاوي. كبد وكلاوي، حاضر. اوكي حاضر. هو الكبد والكلاوي سهل، احنا بنجيب طبعا بتتغسل كويس قوي، لازم نغسل بدقيق و و الكبد بتتغسل للفراخ، الفراخ مش لازم تتغسل عشان لو فيها زفاره، والقلوب برضو لازم تتفتح وفي زي عرق دم لازم يتشال تنظيف يعني. بس وبعد كده حل على النار، بديلها برضو صدمه في الزيت وبدي عليها بصل وفلفل وتاخد تشويحه. في ناس تحب تحط لها مكعب مرقه تحط وبس، بتقعد لها شويه. ممكن بقى يعني لو عاوزين نضيف حاجه بنحطها في طاجن وتدخل الفرن. تمام. ده المانجا، بص قطع المانجا، انا بختار المانجا مش عصير، دي مانجا قطع ناشفه. يا دي نوعها ايه؟ تمام، اي نوع مانجا بس نوع ايه اللي تكون لسه ما استوتش يعني، مش خالص. اوكي هنزل بيها. تمام. طبعا ريحه التوابل شميها انت. هتغير فكرتي عن المانجا، خلي بالك. ايه حلوه قوي. وهي اصلا مش مطلوب ان هي تبقى مستويه يعني، هي تبقى بس اخذت التتبيله بس. واخذت التتبيله. تمام. ده مخلل المانجا يا جماعه، يعني جربوه، هو ريحته جميله حلوه قوي يا شيف. طيب احنا كده عايزين بقى تقول لنا عملنا فته الفاهيتا ازاي علشان نراجع مع الناس، وقول لنا بقى التركات اللي انت عملتها ان الحاجه تطلع يعني ماسكه نفسها. تمام. احنا النهارده عملنا فتت الفاهيتا، والشيف هيقول لنا دلوقتي اللي عمل حاجه كده بتكنيك معين ان هي كل حاجه تطلع مظبوطه قوي. قول لنا يا شيف. احنا فتت الفاهيتا الاول بنتبلها بصويا صوص وثوم، كزبره ناشفه، ملح وفلفل اسود، وخدنا رشه من الكاري. وبس بعد كده بنحطها على النار، لازم الزيت يبقى سخن جدا علشان هي ما تنزلش الميه بتاعتها. بعد كده نزلت بالفلفل الالوان والبصل، خدوا التتبيله وخلاص. ايه خلصت. الرز شويه من الزيت نزلت عليهم بالرز. الرز لازم يسخن قوي علشان ما يعجنش. سخن بدات ايه احط له شويه من الملح، ما حطيتلوش توابل، انا قلت عاوز ياخد من طعم التوابل دي بتاعتي. هو خلاص استوى، نبدا نقدمه. بس والعيش انا قطعته كيوبس صغيره واديت له تحميره، وبعد ما خلص اديت له شويه ايه يعني شويه من الملح والزيت لازم يبقى مغطيه صح؟ لازم الزيت يغطيه. ده صوص عملته، اديه برده لل طيب وانت بتعمل الصوص هناخد استاذه هدى من القاهره. مساء الخير استاذه هدى، اتفضلي. مساء الخير حضرتك، ازيك يا بنو؟ اهلا بحضرتك. ازي حضرتك، ايه الاخبار؟ عامل ايه يا حبيبي؟ الحمد لله تمام. انت ودي زي العسل، ربنا يخليك وشغلك تمام تمام. شكرا. والله يبارك لك يا رب. يا ربنا يعجبك، يا رب يعجبك. احلى كيف واحلى كيف يا حبيبي. شكرا، ربنا يخليك حبيبي، ربنا يوفقك يا رب ويصلح حالك. شكرا، ربنا يخليك. بصي عايزه تسالي عن حاجه، اتفضلي. بتتعاد امتى تاني الحلقه؟ بتتعاد امتى تاني؟ بصي هو الحلقه موجوده على الصفحه الخاصه بميسات، هتلاقي كل حاجه الشيف عملها والحلقه كلها متقطعه كده، وهتلاقي فيه اجزاء حضرتك اتفرجي عليها كلها، وهتلاقي برضو الحلقه كامله موجوده على البيج بتاعه ميسات. ماشي يا استاذه هدى، احنا بنشكرك جدا. الصوص كده جهز، الصوص ده مستردة وفلفل حار وشويه من الليمون والخل، انزل بيه على ده. الصوص ده اللي هو انا ما خدتش بالي منه، كنت بتعمل الصوص. الصوص بتاع بتغفلني يا بنو. قول لي عملت ايه؟ الصوص بتاع المانجا. صوص المانجا. المخلل. كان ايه بقى؟ عشان انا ما ركزتش معاك. فلفل حار. تمام؟ فلفل حار. ومستردة بيديله طعم. وكمان شوية من الخل وعصرة ليمون. فلفل حار ومستردة وشوية من الخل وعصرة ليمون. تمام؟ قلب بس شوية. طيب قول الو بقى علشان انت المفروض ترد النهارده. الو؟ ايوه شيف بنوب. مساء الخير. شيف ميخا معاك حبيبي. مين؟ ميخا. ميخا معاك؟ اهلا بيك. مينا؟ انا حبيب من متابعينك. شيف ميخا. ميخا ولا مينا؟ شيف ميخا. شيف ميخا. اهلا بيك، الاخبار؟ انا من متابعينك حبيبي على الفيس وعلى التواصل. ربنا يخليك حبيبي، تعيش. مبسوط انك انت بتعلم منك حاجات حبيبي. ربنا يخليك، تعيش. ربنا يوفقك يا رب. شكرا. شكرا يا شيف. شكرا يا شيف، نورتنا يا فندم.
بس انا بس دي خلاص هبدا ايه هقدم خلاص انا كده تمام كده خلاص كل يعني كده خلاص المخلل خلص بس هياخد ايه تشويحه مع اوكي حلو قوي هو يعتبر اكله مش يعتبر مخلل بس صح لا هو لا مخلل مخلل لا ما تاكلش لما ادوقها اقول لك لما ادوقها اقول ماشي احنا النهارده عملنا فتت فاهيتا الفراخ والشيف قال لنا وراجع معانا نعملها ازاي وممكن حضراتكم اللي ما تابعش من بدايه الحلقه ادخلوا على صفحه ميشات وشوفوا الحلقه كامله موجوده وهتلاقوا برضو اجزاء او فيديوهات كده صغيره لكل حاجه حضراتكم عايزين تتفرجوا عليها شيف ورانا فتت الفاهيتا الفراخ تتعمل ازاي اللي عمل الفراخ لوحدها وعمل الرز لوحده وحمر العيش لوحده دلوقتي هيورينا وهي بتتقدم وعمل مخلل المانجا يعني شوفوه جربوه حلوه جدا استنى رايهم الوصفة نيجي نقدم هنا طبعا ريحه المستردة طلعت بقى مع التوابل انا واصله لي هبدا انزل كده شويه من العيش افردهم دول برضو هستخدمهم بس ايه في الاواخر ماشي في كمان للناس اللي بتسال ازاي يعيدوا الحلقه مره تانية او يشوفوها حلقه مره تانية على صفحه ميسات زي ما قلت لحضراتكم وفي صفحه الخاصه بالبرنامج هي ومي هتلاقوا كل الحلقات اللي فاتت موجوده كلها حطيت العيش في الاول وبعد كده الرز الرز رز اخضر تمام يا شيف ده وزعه بس كده حلو قوي تمام ماشي بعد كده اللي احنا خلاص قدامنا دقيقه تمام عندي الفراخ اوكي الشيف هو الشيف قال العيش وبعد كده الرز وبعد كده الفراخ الفراخ كده زي الفته اللي هي العاديه بس كلها ايه كلها الوان جميله حلوه قوي بعد كده بقى نحط الصوص اللي انت عامله الصوص تمام حلوه قوي جميل يا شيف دي كده فتت فاهيتا الفراخ حلوه جدا وسهله ويعني سريعه ممكن في الغداء مثلا حد راجع مستعجل من الشغل تتعمل بسرعه وممكن الفراخ لوحدها تتعمل سندوتشات للولاد وهم رايحين المدرسه حلو قوي يا شيف احنا ناخد المخلل ده امتى من على النار حالا اوكي يلا بينا كده عملنا فتت فاهيتا الفراخ وعملنا بس المخلل ده المانجا. انا هقدمه كده بس هو لازم يتحط في برطمان ويقعد من 3 ايام لاسبوع ويتاكل بعدها يقعد ايه من 3 ايام لاسبوع يعني ما يتاكلش دلوقتي لا لا بس انا هقدمه كده وبعد الهواء احط بقى ايه طب ويتحط في ايه برطمان برطمان عادي زي مش في حاجه مفتوحه يعني لا يتحط برطمان في حاجه مقفوله لازم برطمان بس أوكي. ايه هقدمه بس كده دلوقتي جميل ديله جميل نورتنا يا شيف عايش ربنا يخليك شيف ابانوب عادل يعني دايما منورنا في هي ومي نورت يا شيف وعمل لنا النهارده فتت فاهيتا الفراخ ومخلل المانجا جربوهم يعني واشوفكم في حلقه جديده من هي ومي الى اللقاء هذا البرنامج برعاية هي ومين هي ومين لو وقت اللي بتستنين هي ومين هي ومين ما هو علشان هي ومين أكلت شهية 100% أصناف جديدة في هي ومين
خلي السفرة أحلى معنا الدنيا تحلى نحو علشانك هي ومين وكل مرة موضوع يهمك ده شايل همك هي ومين أولوياتك واهتماماتك هتلاقيها بس هي ومين هي ومين هي ومين ده وقتك اللي بتستني هي ومين هي ومين ما هو علشانك هي ومين هي ومين